حضرات السيدات والسادة، إننا نعقد اليوم مؤتمرنا الوطني 13 بانسجام مع القانون ومع مقتضيات النظام الأساسي لحزبنا، إيمانا منا بضرورة احترام القانون ومتطلبات الحكامة التي يجب أن نتحمل كأحزاب مسؤولية تنزيلها والسهر على ديمومتها. وها نحن نعقد مؤتمرنا اليوم تحت شعار حركة من أجل الوطن، وهو شعار الذي لم يأتي بالصدفة، وإنما يجسد التزام الحركة الشعبية على مدى 60 سنة من الوجود، وهو التزام بالثوابت ووفاء للوطن والمؤسسات وخدمة للصالح العام، إسهاما في مسيرة التنمية والإنجازات العملاقة التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه.